من قلب شارع المعز لدين الله وتحت سماء القاهرة، امتزج الفن القديم بالفن المعاصر في أعمال فنية من أرت دي إيجيبت، معرض مهرجان فنون مصر. المعرض ده بيقدر يظهر فنانين مصريين معاصرين، هتشوفوهم النهاردة في الجولة، 28 فنان ازاي قدروا يشتغلوا لمدة 12 شهر عشان يخرجوا اللي انتوا شايفينه النهاردة، وده فن معاصر وفن تركيبي. جيت هنا كتير وعشت المنطقة دي كتير يعني، وبعد كده بلاقي نفسي قاعد وبرسم على طول في اللوحات الكبيرة، ما عملش سكتش، ما عملش حاجة، ما بنقلش، ما بحس بالحكاية وعمل. انت هتشوفي هتلاقي اللوحة مليانة قصص، وكل ما تقعدي قدامها كل ما تلاقي قصص زيادة. المهرجان بتعتمد فكرته بشكل أساسي على المزج بين الحضارتين، عراقة التاريخ وكمان عبقرية الفن المعاصر، واللي بيقوم عليه عدد من الشباب والفتيات المتطوعين من كليات الآثار. دورنا احنا كارت جايدز مفروض ان احنا بنقف جنب كل يعني كل فنان عامل انستليشن في حته معينه فور ري ايماجينينج ناريتيفز او اعاده الهيكله السرديات، وكل واحد يبقى مخصص لارتست معين بيعمل تور للناس اللي بتيجي تزور الاكزيبيشن. يعني احنا هنا في المعرض مسؤولين عن الشرح الاثري في المعرض، وفي نفس الوقت هنشرح للدائر اللي جاي التراث الغير مادي اللي احنا ورثناه من زمان لحد دلوقتي. اليونسكو طبعا جت وادتنا محاضره في كده، يعني نشط لنا الموضوع شويه، فهو ده دورنا في المعرض. اظهار استمرار مصر في لعب دور هام في الحياه الفنيه والثقافيه هو واحد من الأهداف الأساسية لمهرجان أرت دي إيجيبت. المهرجان بيضم فعاليات فنية مهمة بتتضمن ورش فنية ودورات تدريبية مكثفة لصغار الفنانين والدارسين، واللي مقرر استمراره حتى نهاية شهر أكتوبر.